بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن نبغى نعطي مثال عملي على final method. لاحظ معي هنا دالة add، هل تحتاج تعديل مستقبلا؟ تحتاج أن نسوي له override؟ يعني أي كلاس يورث من هنا من simple calc، خلينا لو جينا هنا another calc سوينا وراثة من هنا، another calc ضاف الضرب والقسمة لأنها مين موجودة هنا، لكن إيش الحكمة مثلا؟ هل أنا مثلا أحتاج أني أعدل عملية الجمع هذه؟ عملية الجمع هي عملية الجمع، ما حيصير شيء ثاني، ما حيصير شيء ثاني. يعني add حتجمع عددين، هل تحتاج أنك تضيف عليها شيء ثاني؟ مبدئيا ما في. طبعا أنا أتكلم بشكل مبدئي يعني بدون تحليل دقيق وكذا. الآن إحنا ممكن نقول هنا، لاحظ public final integer add، جميل كذا. أنا أمنع إنه أي كلاس يورث سيمبل كالك يسوي أوفررايد للآت، لأني أبغى الآت تظل كما هي. نفس الحكاية مين سب. طيب سوينا الجمع والطرح، هذه عملية أساسية وما تحتاج تتغير. طيب هنا عشان إحنا حطينا الأ فاينل في المثال السابق، خلينا نشيل هذه عشان يروح الخطأ. طيب الآن تعال هنا لل كلاس another calc، هو وارث من مين؟ من simple calc. نجي هنا في نفس الحكاية نقول نستخدم الفاينل كذا، أنا أضمن إنه هذه الدالة حتظل كما هي وحتورث لمين؟ مثلا لاحظ هنا another calc وارث من simple calc، فحتورث له add كما هي في الكلاس هذا اللي موجود هنا، الاد والسب نفس الحكايه. وما ضفت الدالتين انا ما احتاج اسوي لها اوفر رايد لانه ما فيش حاجه جديده تنضاف على الداله ذي، فعشان كذا خليتها فاينل. فهذه هي الفكره الاساسيه وهذا مثال واضح. فانا لما اقول فاينل معناته ما فيش احتماليه اني اسوي لها اوفر رايد او اعدل عليها، خلاص ما في شيء جديد ينضاف على الداله حتى في الكلاسات اللي ورثت من الكلاس الاساسي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.